السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نتعرفوا على واحد البرنامج صغير ولكن الفائدة ديالو كثيرة بزاف، ومهم بالنسبة للناس اللي كيريحوا في البيسي بزاف. الفائدة ديالو هو أنه تيقاد لك البارامتر ديال ليكرون ديالك على حساب العين، يعني باش العين تاعك ما كتأثرش بالأشعة ديال الضوء. أنا صراحة جربت واستفدت منه بزاف، وأنا غادي ندخل نتلاشى البرنامج. ندير البرنامج هو إفلوكس. كما كتشوفوا البرنامج راهو صغير بزاف، أنا أستعرض انستالا كيش افيش هاد من هنا لتحت. هانتوما كيف ما كتشوفوا اللون ديال الاكرون ديالي تبدل، يعني هو دابا برك كيقاد ليا في البارامتر على حساب نايت، شحال هذا كيقاد ليا في البارامتر ديال الاكرون تاعي، يعني كينقص الاشعاعات باش ما تاثرش في العين ديالنا. المهم البرنامج راه جد سهل باش نديرو الحشوة على حساب البلاصه اللي ساكن في لوكال اللي كتصفون فيه مثلا، باش كيعرف الليل والنهار. باش غادي نعطيو البارامتر ديالو، غادي نجيو شونج ونجيو لوكيج، نكليكيو عليها غادي فوكي يدينا الانترنت. نكتبو ليها موروكو، غادي نعتمد الحداثيات ديالنا من هادو، غادي نكوبيهم ونجي هنا نديرو لهم كولي ونديرو اوكي. وي دابا هنايا اوتوماتيك انفو غادي كيوصل الليل كيعطيك بارامتر ديال الليل، بالنهار كيعطيك بارامتر ديال مثلا هنا هي هادي بارامتر ديال النهار، وهادي جي ميل فواحد حد بالليل غادي يعطينا بارامتر ديال. كما كتشوفوا برنامج جد سهل، ونتمنى جميع الأصدقاء يستفادوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله.